خويا عسلامة. مالي اللي كمل السبادري وسنة السبادري؟ أهبطت باش ناخذ سبادري لبنتي باش ترجع للقراية، مي بصراحة لاحظت محلاها وليت شارع حبيب بورقيبة محلاه. قديش رجع حي كما قبل، كما نعرفوا أنا قبل 2011، مزينوا مشبوا، العباد قاعدة محلاها، فما تفاؤل، فما الضحكة، فما تنفيسة، يعني الحمد لله. موضوعي اللي أنا نحب نحكيه عندي برش، أحكي لي اللي تحب. نفست نزغرتو زغرت بنتك هربت. انا نزغرت محليها عندي برشا، ما سمعتش هكا تزغريت. شو انا ما هي، انا اخت ما هي راني في اما هي ما شاء الله عليها وصلت. انا فرحانه نزغرت والغنى ما نجمش نغني تو حتى شويه دينيا ما نجمش باه، اما الزغروت نزغرت ونزيد نعاود نزغر خاطر فرحانه انا تون. حسنوا انت في اخر الحوار اختمها بزغروته. اي نورمال عادي جدا. نكملوا نحكي. احلاها ما شبها به. انا قبيله سمعت الموضوع نتاع الطفل اللي حرق روحه ونجم تدخل فيها. ما يسالش. بالنسبه للسيد اللي حرق روحه هذاك، اول حاجه كي باش نحكيو بالدين باش نعبسكم شويه توا، ان نعملوا بين قوسين ندخلوا شويه في سيريوزمون توا. أكبر حرام في ديننا قتل النفس، يعني هذه من المحرمات من الكبائر. هو خاسر لا محالة حياته. وأنا مثلا نقول نصيحة لأي شاب ولا شابة تونسية، فمش علاش باش تحرق روحك. أكبر حرام يلزمك تقتنع، يلزمك ترضى بالقسم اللي عطاهولك ربي سبحانه عز وجل. هذاك قسم كما مدلك العمر راهو عمرك معاه قسمك. الور انت باش تحرق روحك سامحني عليه، معناتها كي حرقت روحك انت ولا اي انسان باش يحرق روحه ولا باش يخمم باش يحرق روحه، ما عنده ما ربح لا في الدنيا ولا في الاخره قدام ربي عز وجل. الور هذايا من المحرمات واكبر حرام. فيقوا شويه، اي انسان يخمم يحاول يستهدى بالله ويعمل قناعات شخصيه ويقوي ايمانه بربي سبحانه ما يوصلش باش يحرق نفس، خاطر مصيبه كبرى. قتل النفس حرام. ونعاودوا نرجعوا شويه بلادنا. محليها محليها. شنو اكثر حاجه عجبتك اليوم في تونس؟ محليها، كل شيء محليه، كل شيء، الناس محليهم. شارع حبيب بورقيبه اللي كان لطف يا ربي، كنا ندخلوا من البعيد نبدا نشوف فيه حديد ومسكر. من وقتاش لوقتاش هذا؟ من الثوره تقصد؟ من وقتاش توا الانطلاقه نتاع الفرحه هذيا، ملي خرج السيد قيس سعيد وقال على نهار 25 وقال على اكل كمشه ما شاء الله عليهم هذوك مشيو على رواحهم، نفسنا تفرهدنا الحمد لله. فما نحس فما امن، نحس فما راحه نفسيه، فما ناس تحب بعضها. رجعنا محلينا شارع حبيب بورقيبه، اعز شارع في تونس هذيا واغلى شارع في تونس. الوريزم ديما يقعد حي وديما يقعد الضحكة والأمل والتفاؤل. محلينا محلينا محلينا، وأنت محليك زيد عيشك أنت أحلى. أما شارع الحبيب بورقيبة محليه حتى الثمانية متاع الليلة كهو باهي. هذه بوان نقفوا عليها بربي. يا سيد رئيس الجمهورية، نداء من عندي أنا المواطنة البسيطة. ألور الفاكسان وعملناها الهوكش وارتحنا منهم، وانت ارتحتنا منهم والحمد لله، والشعب التونسي الكل بتبيع بتظافر مع الشعب التونسي. باهي سيبنا، مش سيب اللعب نو، سيب الدنيا سي بون كهو. معناتها ماذا بينا لو كانت تسيب الدنيا سي كهو، نرجعوا نعيشوا 24 على 24، خلي ناس تخدم، خلي ناس تدور، خلينا نرجعوا لاباس محلينا كما قبل. ما فماش علاش خايفين، بقدرة ربي لاباس. معناتها سيبها الدنيا سي بون، يزينا من 8:30 الليل وسافا سافا، خلي الناس الكل تعيش ليل ونهار، خلينا عاديين محلينا. بيه علاش عندك برشا ما جيتش لشارع حبيب بورقيب؟ على خاطر كان ظلام. انت منين ساعة؟ أنا من تونس. كان ظلام وأنا أكره ما علي الظلام، سوى في النفوس وإلا في الحياة. ما نحبش الظلام أنا، نحب الحياة. الور كي هو ولا حي ومحليه هاكا هبطت انا باش نستمتع ببلاد. شنو الحاجه اللي اكتشفتها اليوم؟ انا حسيتك تحب تحكي لي شويه على رجال تونس. على رجال تونس، يا رجال تونس، اول حاجه نقصوا من التبزنيس،
تبدا عندكم امراه محليها في الدار ما شاء الله عليها عسله، شد بلاستيك وريض من عندي انا، اقعد رايض على خاطر انت ما تعرفش القدره متاع النساء التونسيات والقوه اللي عندهن. القوه اللي عند النساء التونسيات ما تكسبهم حتى امراه في العالم. الور نقسم التبازنيس، تحط مرايتك في الدار مسكينه علم بها ربي، وتخرج تبدا تشلف في عويناتك. انا نقول لك احترم نفسك وشد بلاستك. طيب علاش الراجل يبدا عنده مرته محليها في الدار ويخرج يغزر البر؟ علاش؟ على خاطر ما يشبعش الراجل بطبعه، هذاك هو تبعه ما يشبعش من حتى شيء الرجل، هو لا محاله في الدين، محلل في اربعه اما سايب علينا. اما ما نعرفش علاش انسى ماهيش قابلتها الحاجه هذي. لا هو في الشارع في الدين. نعم. انا معارة محلل، اما تبزنيس لا، اصدم طول امشي عرس، ادخل في الحلال طول، ما تبزنسش على مرتك، ما حاجتكش بها سيبو، قولها السلام عليكم انا راني باش ناخذ امراه اخرى، والا برا ربي معاك ما نتفاهموش، يطلق ويعاود حياته. انا الغيره الوحيده اللي عندي كي الظلام والبؤس والكراهيه والبغض والحقد والامراض النفسيه، وقتها انا نغير على ما نحبش الامراض، اما غيره عاديه لا خليه ربي معاه. بالعكس تعاوني، تعاوني في التطيب، تعاون في التنظيف. بعد العرس وليت هكا ولا من قبل؟ شنو؟ بعد العرس وليت هكا؟ هكايا انا بطبعي، انا من الاولي بطبيعتي مغروم بالتمثيل، مغرومه بالفن، نغني في الدار، نعمل مسرح روحي، نعمل، انا انسانه متفائله في الحياه والحمد لله والحمد لله. اخر تبزنيسه كيفاش؟ توا 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 ما عندهاش درجي، انا قاعده نمشي معايا بنتي ما شاء الله في طولي. اما تبين اخوات؟ شفت بي ما عينيهم باش تخرج لبيس، علاش فم؟ اش فم هذا الكل؟ هو ولا محله محلينا، احنا نساء محلينا. خزرة ايه اوكي، اما ما تشدش ستوب وتقف، تحب على النومرو، تحب تحكي، لا كيكا غلط. بخلاف الكلام عاد، هذاك يسمعوهم في لفظي. بزنيس بكلام خايب. لا ما وصلناش للعنف اللفظي، فماش علاش، انا قلت لك، انا قلت لك من الاول، انا ما نحبش التشاؤم، وما نحبش ما نحبش نحط نتخيل انه فما عنف لفظي. فما برشا بنات يتعرضوا للعنف اللفظي في الشارع يبداو ماشيين. اكيد اكيد موجود اكيد، وبقدره ربي انا نقول لاي امراه تونسيه في الجيل الصاعد بنتها تحطها كيمبو تترينا تايكواندو كيمبو، باش اللي شنو هي كلمه يا اخي، انت تتكلم انت كوم زعما راجل، وانا ما نجاوبكش، انا نعطيك تهبط ساكت تسمع ولا ما نحكيش معاك برشا. يلزم بناتنا الكل مترانين مسنترين امورهم واضحه، خليه بزنس، خليه تبولد، ما يسالش، خليه يتكلم على روحه، اما كي تدور تعطيه يلزمو تهبطوا لوطا. احكي لي شويه على علاقتك مع بنتك، صحاب، كيفاش تصرف معاها؟ انا علاقتي مع بناتي علاقه صديقه، عبارة صديقتي مش بنتي، تحكي لي كل شيء، نحكي لها كل شيء، محلينا مع بعضنا في الدار، أختهم، حس روحي صاحبتهم أختهم، أما شنو فما مواضيع اللي فيهم ليميت، مثلا بنتي فضلك نضحك نلعب نعملهم الكل، مي شنو فما مواضيع أوكا فما احترام فيهم لا أكثر ولا أقل. أنا بنتي مربيتهم من الصغرى معدلين مريقلين، يعرفوا شنو قاعدين يقولوا، يعرفوا وقتاش يقفوا، يعرفوا وقتاش ينطلقوا معايا. هذه حاجه بي، شنو تنصح كل ام كيفاش تتصرف مع بنتها؟ يلزم كل ام تتصرف مع بنتها تصرف تلقائي، ما تحاولش باش تعقد الامور. انت اليوم باش تنصحها باش تقولها اسمع رد بالك تعمل لك الحكايه ذيك راهو كذا ونعمل لك، لا لا انت غالطه يا مدى، على خاطر كي تقولها انت تو نعمل لك وقتها هي توماتيك تعمل. كي انت تجيها بالسياسه وتحكي معها بالهدوء بالراحه وتحاول تفهم الموضوع اللي مقلقها بالسياسه تجبدها الكل ليك، وقتها هي تولي صريحه معاك، تولي ما عادش عندك مشكله، اي عقده تحلوها مع بعضكم، وشو ما احلاها الحياه تعدى بسيطه. ميرسي.